تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2013. وأعرب جلالته خلال استقباله في قصر الحسينية رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت، الذي سلم جلالته التقرير عن تقديره للدور المركزي في تعزيز الوعي المجتمعي حول حماية حقوق الإنسان في مختلف محافظات المملكة. وأشار جلالته إلى ضرورة البناء على التوصيات التي خلص إليها تقرير المركز لما سيكون لها من مساهمة في تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن ودعم وتطوير الخطط والبرامج الحكومية في هذا المجال. بدوره استعرض رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان محاور التقرير الأساسية الذي تضمن الإيجابيات والسلبيات التي رصدها خلال العام الماضي والتوصيات الواردة في التقرير في سبيل تعزيز حقوق الإنسان في المملكة. الملك معني جدا بحقوق الإنسان وبمتابعة جهود المركز على مدار السنة بل والشهر واليوم، وهذه مناسبة رفعنا فيه التقرير إلى جلالة الملك. التقرير يتألف من 3 أبواب ومن 21 فصلا، وهو يتناول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق أيضا الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا يتناول احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع نماذج من الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المركز. تكرم جلالة الملك فوجه في العام الماضي الحكومة إلى الاهتمام وإلى دراسة تقرير العام الماضي، وأمر جلالة الملك بتوزيعه على جميع الوزارات والدوائر الأمنية وغيرها، وكتبت ملحوظاتها وأبدت وجهة نظرها في كل ما يتعلق بتقريرنا. وقامت وزارة العدل مشكورة بتبويب كل هذه الملحوظات ووضع الإجابات عليها، ومن هنا نحن سنقوم بقراءة هذه الملحوظات من جديد. الذي يؤشر إليه مثل هذا الاتجاه هو أن جلالة الملك معني بمتابعة التفاصيل عن الموضوع وليس فقط الاكتفاء بالعناوين العامة. نحن الآن على وشك وضع التقرير السنوي لعام 2014، وسيكون هنالك تواصل مع الحكومة لمتابعة هذا الموضوع. نحن في المركز نسعى إلى استجلاء الحقيقة والبحث عنها، لا نريد أن نناكف أحدا، وبالتالي لا نستطيع أن نلغي حقيقة لا نبلغها إلى الجهة العليا المسؤولة.